ماذا ستكون الجائزة؟ هل أنتم جاهزون؟ لديكم دقيقة لرسم المال وبعد ذلك ستحصلون عليه. لقد بدأ الوقت. بالفعل، إذن دعونا نذهب. لدي فكرة واحدة. الخيار الأفضل هو إعادة الرسم. من الجيد أن لدي ورقة نقدية واحدة. إذن من يجب أن أرسم وجهه؟ بالطبع أنا. يا لي من رجل وسيم. ربما هناك طريقة أخرى للحصول على المال؟ على سبيل المثال سرقتها؟ لا، لن يحدث ذلك. بسرعة إلى مكانك. حسناً، لم أكن أرغب حقاً في ذلك. تبقى بضع ثوان. الوقت. أعرضوا رسوماتكم. ما رأيك بإبداعي؟ إبداع؟ هذا غير جيد بالمرة. أنت لا تفهم بالفن. كم تحب الرسم الخاص بي؟ هذا مرعب. ورسمتي، هل تحبها؟ حقاً، قطعة واحدة جيدة على الأقل. أنا راضٍ، شكراً لك. المال لك. أوه، الكثير من المال. يكفي لمشاركتنا. الآن أنا غنية جداً. لدي ما يكفي من المال لكل ما أريد. هل أنتم جاهزون للجولة الثانية؟ هذه المرة سيحصل الفائز على بطيخة. ليس فقط بطيخ، ولكن عصير بطيخ طازج ولذيذ. هذا رائع. انتهى الأمر، هيا ابدأوا. لقد مضى الوقت. بالفعل، إذا دعونا نبدأ. لدي فكرة واحدة، كيف يمكنني رسم دائرة كاملة؟ سوف يساعدني اللاصق. حسناً، أصعب شيء هو الأنماط الموجودة على البطيخ. إنها معقدة للغاية وغير مفهومة. أنا أرسم أفضل من الجميع. سأنجح بالتأكيد. أتساءل من سيكون الفائز؟ أوه، أنتم على وشك الانتهاء. هذا كل شيء، انتهى الوقت. إذن سوف أقوم بتغيير الرسم. كم تحب رسمي؟ بعبارة لطيفة، أنا لا أحبه. غير محظوظة. ماذا؟ ما هذا؟ مرعب. وكيف تحب رسمتي؟ هذا ما نحتاجه. رائع جداً، أنت تربحين. رائع، كنت أعلم أنني سأفوز. ها هو كأسك من عصير البطيخ اللذيذ. أنا فعلاً أريد أن أشرب جداً. لقد خدعت الجميع، لذلك عليك أن تنخدعي. حسناً، لنجرب هذا العصير. أنا أحترق. ماذا حدث؟ العصير اللذيذ ليس حار على الإطلاق. لماذا هو حار؟ في المرة القادمة لن تكوني ماكرة. والآن لدي مفاجأة. للحصول على أفضل رسم سيحصل بعضكم على هذا الفلفل. صدقوني، إنه لذيذ جداً. بدأ الوقت. فو، لا يجب أن أنجح. فلفل؟ إذا كنت أرسم بشكل سيء فلن أحصل على هذا الفلفل بالتأكيد. وإذا انكسر قلمي فأنا بالتأكيد لن أرى الفلفل. أوبس، انكسر. لكن سأحاول وأرسم بشكل جميل. لكن ماذا ترسم؟ هذا لا يهم على الإطلاق. حسناً، وقتكم انتهى. بشكل عام أنا سأرسم كيت كات. بالتأكيد ليس له علاقة بالفلفل، لذلك أنا سأخسر. ليست فكرة سيئة، لكن فكرتي أفضل. سافش، عملت خطتي. حسناً، انتهى الوقت. بالفعل، مذهل، نحن جاهزون. فيفيان، يمكنك المحاولة على الأقل، إنه شيء فظيع. وماذا لديك؟ زهرة، أنا أحب الزهور. المهم ما كانت فلفل. أنت ماذا لديك؟ أنا أحبه جداً. لكن انتظر، هذا ليس فلفلاً على الإطلاق، إنه كيت كات. وجوليا تحصل. على الكيت كات. كيف لم أفكر في ذلك؟ احتفظي بقطعة الشوكولاتة. مذهل، ستكون لذيذة. هل أنتم جاهزون؟ بالتأكيد سوف تعجبكم هذه. مزيد من الإثارة. برجر في انتظاركم. صدقوني، إنه ببساطة لا يضاهى. أنا أريد الحصول عليه. هيا، بدأ الوقت. إذن البرجر يمكنني رسمه؟ ربما لا، هذا شيء فظيع. لنحاول مرة أخرى. لكن ما هذا؟ لماذا سيء جدا؟
إيثان أفضل بكثير. لابد لي من الفوز، أنا جائع جدا، لابد لي من الحصول على البرجر. الرسم هو علم، هذا يعني من الصعب البقاء في مكاني. أفهمك. هذا ليس مهم لأن البرجر ممتاز. ماذا علي أن أفعل؟ أريد أن أكل. أعتقد أن لدي فكرة، إذا أخذت قدمة فلن يلاحظ أحد. أوه، هذا البرجر جيد حقا. وقتكم انتهى، نحن جاهزون. إذن إيثن، رسمك ضعيف جدا، لن يعمل. وكم تحب رسمتي؟ هذا أحبه كثيرا. انظر، هذا يبدو أكثر حقيقية. تم قضم البرجر. كيف ذلك؟ في الواقع قضم. من الصعب علي الاعتراف، لكنك تفوزين. إذن خذي البرجر. صحيح، أنا فزت. كم هو لذيذ؟ هذا ليس عادلاً. هل أنتم مستعدون لجائزة جديدة؟ ينتظركم الصبار. انظروا كم هو وسيم وجميل. حان الوقت، هيا ابدأوا. أنا لن أمانع مع الصبار، حتى يمكن أضعه في الغرفة. إنه جميل. أتخيل نفسي مع الصبار. لا يعجبني، ربما ما قد يحدث. سأرسم أفضل ما لدي. أوه، لدي فكرة أيضا، سأرسم سمكة. سمكة، غريب. حسنا، هذا هو عمله. حسنا، بقي القليل من الوقت. نعم، حسناً، أعرضوا ما لديكم. هل انتهى الوقت بالفعل؟ حسناً، انظروا كيف تحبون تحفتي. تحفة، إنها مجرد خربشات، رعب. أليس رائعاً؟ لم أكن أريد ذلك قط. وأنا رسمت سمكة. سمكة، أعطني رسم. إذا رسمت سمكة فستأكلين السمكة. ماذا؟ لا أريد. عليك تصحيح خطأك، تحتاجين إلى الرسم وفق القواعد. هذا عظيم. شكرا جزيلا لك، لقد حاولت. أمسكي الصبار الخاص بك الآن. أوه لا، لماذا؟ الآن أنا كلني في الأوبر. هاي، لنذهب. أوه بالضبط، كنت أحلم بشيء ما. هذه المرة هم في انتظاركم. إليكم هذه الكعك اللذيذ، هل تريدونهم؟ إذن أسرعوا، لقد بدأ الوقت. الكعك، أنا أحب الكعك. إذن هذه المرة أحتاج إلى المحاولة حقاً. ولكن سيكون لدي أفضل كعك. ماذا تفعل؟ نعم، هذا معجون وليس كعك. هل رأيت الرسمة الخاصة بك على الإطلاق؟ كم هو رائع، اتضح. أخيراً يمكن إضافة القليل من الرش. هكذا أجمل بكثير. انظروا الآن كم هو رائع. أعرض الصور، انتهى الوقت. كيف تحب الكعك الخاص بي؟ متواضع، أنا لا أحبه. كيف رسمي؟ هذا هراء خربشة. أنت الوحيد المتبقي، لكني أحب الرسم الخاص بك. اتضح أنه جيد جدا. هنا الكعك الخاص بك. رائع، لكن لابد لي من المشاركة مع أصدقائي. أتساءل ماذا الآن؟ مثير للاهتمام، إذا انظروا. في انتظاركم آيفون. رائع، سيحصل صاحب أفضل رسم على آيفون جديد. حان الوقت، أين المؤقت؟ علي البحث في الجيب. أوبس، ليس هذا. هنا وجدتها. حان الوقت، ابدأوا. أنا فقط لن أتخلى عن هاتف جديد. لا يعمل جهازي القديم على الإطلاق. لماذا لا أحصل على الآيفون الجديد تماماً؟ ألا يمكنني؟ آيفون جديد سيكون لي. أرسموا، جربوا. نعم، يمكنني، الآيفون لي. يمكنني بالفعل تخيل الصور التي يمكن التقاطها على هاتفي الجديد. يبدو أنني أبلي بلاءً حسناً. أوه لا، كل شخص لديه أفضل بكثير. هذا لن يعمل، أحتاج إلى أن أبدأ من الصفر.
يبدو أنني نجحت. لم أنجح بشيء. أوه هيا. هاي، هل يمكنك أن تكوني أكثر دقة؟ كنت أن تفسدي رسومي بقلمك. يبدو أنني عملت بشكل جيد. What؟ ليس لدي وقت. انتهى الوقت لديكم. آمل ألا يخذلني الآيفون الخاص بي وينقذني. أوهو. آمل ألا يلاحظ أحد خداعي الصغيرة. لقد لاحظ. أظهروا إبداعاتكم. انظر، لقد فعلتها. هذا ليس ما كنت أتوقعه. افعلي المزيد. أعتقد أنه رائع. كيف تحب خاصتي؟ لماذا هو مثل التفاحة الملتوية؟ لا، ليس جيداً. هذا هو الرسم الخاص بي. هذا مذهل، يعجبني. لا، هذه كذبة، هذا ليس رسماً حقيقياً. أنت تحصلين. لا، لا تحصلين على شيء. سأحتفظ بهذا الآيفون لنفسي. حسناً، هو لي الآن. هذه المرة دوب سكري في انتظاركم. لقد بدأ الوقت. هذا سيكون لي؟ لا أعتقد. لقد بدأت بالرسم بالفعل، وأنا أيضاً سأحصل عليه بشكل رائع. أنا لا أفعل ذلك بشكل سيء أيضاً. أوهو، خاصتي أفضل. بالضبط، فكرة. فقط في هذه الحالة أحتاج إلى تأمين نفسي. هاتشي، كنت أعطس. حسناً، الرسم خارب. لا تحزني، لم تفقدي كل شيء بعد. لقد نجحت. حسناً، على ما يبدو اتضح أنه جيد. ماذا؟ ما الذي يخيفك؟ لماذا تفعل ذلك؟ لم أكن أريد. انتهى الوقت، عرض الرسوم. انظر، لقد حاولت. نعم، لكن لا يمكنني أن أكافئك. هل تحب دبي؟ دب؟ وكأنها رسوم أطفال، لن يعمل. وهل عملي جيد؟ نعم، إنه رائع جدا. يا للخسارة، فيفيان تحصل على الدب. مذهل. إنه ينمو بسرعة. كلي، حتى أنه لطيف جدا ولذيذ. هل أنتم مستعدون للحصول على الكثير من الكولا؟ يا إلهي، الكثير من الكولا، كم عدد العلب؟ هناك الكثير منهم، يكفي لوقت طويل. عليكم أن ترسموا الآن. أحتاج إلى اللون الأحمر، أين هو؟ ليس لدي لون أحمر، غريب. لأن كل الأحمر لدي. وماذا أفعل الآن؟ بالضبط. آمل أن توافق على هذا التبادل. فيفيان، انظري. رائع. علكة لذيذة. أنا فقط أحبها. أنا مستعدة لمضغها إلى ما لا نهاية. هل قمت برشوة فيفيان؟ ليس عادلا. انظروا إلى الفقاعة. هذه فرصتي. هنا أيتها الماكرة، لكن لا مشكلة، لدي فكرة. أحمر الشفاه أيضاً أحمر، مما يعني أنه مناسب. يبدو أنه يعمل بشكل جيد. فيفيان، ما خطبك؟ فقاعة غبية تمسكت بي. هاي هاي، أين لوني؟ كان هنا لون أحمر. أها، لدي بعض الطلاء، لكن لا مشكلة، أعرف طريقة لصنعه بنفسي. جاهز؟ لم أكن أعلم. ولن يكون الرسم سيء. هيا يا بنات، انتهى الوقت، أظهروا عملكم. انظر كيف؟ في رأيي فقط رائع. رائع؟ إنه فظيع. أنت فقط لا تفهم أي شيء عن الفن. كيف هو الرسم الخاص بي؟ هذا أفضل بكثير، أنا أحبه. أحسنتي. وهنا خاصتي. واو، أنت فقط جميلة في هذه الرسمة. أحسنتي. رائع. تعالي إلى هنا واحصلي على كل الكولا. ذهبة.
هذا غير عادل، لابد لي من الانتقام. أنا فقط أعرف طريقة. ماذا تفعلي؟ انظري، لديك الآن إمدادات العام. الآن دعونا نرى كيف تحب مزحتي. شكراً. ما هذا؟ لقد خدعتني، لا أريد حتى الكول الآن. لكن هذا ليس أنا. عاملة المزحة؟ هل أنتم مستعدون لما ينتظركم؟ هذه مجموعة كاملة من سكيتلز. يا إلهي، رائع. لكن عليكم أن تسرعوا، بدأ الوقت. سأنزح بالتأكيد، سأرسم كل الحلوى بشكل رائع. لابد لي من الفوز، يجب أن تكون الحلوى لي. لكن اتضح أنه سيء، لا يمكنني رسم أي شيء باستخدام أقلام الفلوماستر. أحتاج إلى الحلويات نفسها. من الجيد أنه يمكنني ببساطة سرقتها، لن يلاحظ أحد. في الواقع لاحظنا. الآن يمكنني عمل نسخة طبق الأصل عن هيكل الحلوى من هذه الحلوى. حسناً، الجميع يبلي بلاءً حسناً. أحتاج إلى خطة. أحتاج إلى لف جميع الأقلام بشريط لاصق. الآن سأحصل بالتأكيد على رسم يشبه الرسم الأصلي. فكرة رائعة، لكن لا يمكنني السماح لفيفيان بالفوز. هناك إلهاء واحد فعال. توقفي عن فعل ذلك. لا أستطيع رؤية أي شيء. إنها تعمل كالساعة. الآن رسمتي هي الأفضل. وخربت رسومي. لكني أحتاج إلى بعض الماء. البصل يجب أن يساعد. أتمنى ألا أعاني عبثاً. يبدو أنه جيد الآن. انتهى وقتكم، أظهروا رسومكم. لدي رسم غير عادي. نعم، وسمى هذا سيء جداً. لماذا؟ رسومي خربت. ألا تخجلي من إظهار هذا الرسم؟ إنه فظيع. لكن هذا ليس بسببي، كل شيء بسبب جوليا. لا تستمع إليها، انظر إلى عملي. هذا ما أفهمه، رائع جدا جوليا، لقد فزتي، احصلي على السكيتلز. لطيف جدا، كنت أتمنى الفوز. هل بإمكاني تجربته؟ وأنا بالتأكيد خذوا. الآن جائزتكم ستكون الآيس كريم الفاتح للشهية. في الواقع لذيذ. إذا كنتم تريدونه، أرسموا، لديكم دقيقة. الآيس كريم سهل مثل تقشير الإجاز. ماذا هناك لرسمه بعد؟ أوافقك، يمكنني بسهولة رسم هذا الآيس كريم الغبي أيضاً. ولجعل الأمر أكثر إقناعاً، سأضيف بعض الخرز الملون. رائع، تبدو رائعة. أعتقد أن لدي فكرة أيضاً. سأزين رسومي بإدخالات ثلاثية الأبعاد صغيرة. يجعل الآيس كريم يبدو وكأنه حقيقي. حقاً رائع، لكن يجب أن أفوز. انظروا ماذا لدي. ما هذا؟ أغلقوا عينيكم، من المثير للاهتمام أرسم بهذه الطريقة. واو، كم أنتم ساذجون. الآن سأحصل بالتأكيد على الآيس كريم. رأينا كم نوع من الهراء سترسم شارلوت. وقتكم ينفذ، نهاية الجولة. انظر، كم تحب الآيس كريم ثلاثي الأبعاد؟ كيف؟ ماذا؟ إنه ليس بوضة حتى، هل تمزحين معي؟ هذا لا يصلح. ورسمي رائعاً. حسناً، وكأن الصغير قد رسمه، أنا لا أحبه حقاً. ماذا؟ هذا ليس رسمي حتى، كيف صدقت ذلك؟ وهنا خاصتي، أنا جربت. رائع، أنا أرى الرسم الخاص بك هو الأفضل. ماذا؟ لكن هذا الرسم الخاص بي. جوليا تحصل على الآيس كريم. شكراً جزيلاً، أنا أستحقه. ليس عادلاً، علينا أن ننتقم. أوافقك. وأنت يا جوليا ستأكلين الفتات.